بعت 7000 جنيه، بعت 7000، اديتك انت 5000 وانا اخدت 2000 عشان المشاريع بتاعتي والتجارب وكده يعني. اه دكتور، بس انت كده جاي على نفسك ياما. بص يا عصفور، الحمد لله انا اخر حاجه تهمني الفلوس، اهم حاجه عندي اني ببات اخر اليوم ضميري مرتاح. عارف ايه احسن حاجه فيك يا دكتور؟ ايه يا عصفور؟ انك متدين ياما وبتتقي ربنا مع انك ما بتصليش. هذا من فضل ربي. ايوه بس زميلي كده مش عادل حقها يعني. ها؟ الفلوس دي هتتقسم بيني وبينك بالنص وببركتها كده. لا يا عصفور معايا والله. امسك يا دكتور. لا امسك يا دكتور، وربنا ما هم راجعين يا دكتور. ماشي يا عصفور ماشي. مستني حد؟ لا. مين؟ هات الفلوس دي قبل ما حد يخش. عصفور. ايه ده؟ عصفور. يا بنت فاتن، ايه اللي جابك دلوقتي؟ الله، انت مش قلت لي خلصي امتحاناتك وتعالي اقعدي معايا؟ ايوه صح، انا قلت كده. بس هي الامتحانات خلصت بسرعه كده؟ اه. طب اترزع عادي، ده الدكتور بيرو اللي انا شغال عنده، ودي فاتن اختي الكبيره واخر العنقود يا سيدي. لا ما هو باين انها اختك من نفس الصفيحه. اهلا بك يا دكتور عصفور، ياما حكالي عنك. بقولك ايه، هو انت مرتبط؟ ايه؟ ما تهدى فاتن، في ايه؟ ما تقوم تبوسي احسن يا بت. ايه ده، هي دي مش بدلة الرجل العنابي؟ لا دي بتاعت لا دي بدلة الرجل العنابي بس التقليد، بتتباع في التوحيد والنور ب 30 جنيه. جبت له هدية بس طلعت ضيقة عليه. رجعها بقى وهات لي مقاس أكبر. أنا عارفة إنها مضروبة، أصل أنا شفت الحقيقية. أقول لك على حاجة يا عصفور مش هتصدق. لا ما تقوليش وهصدق. عارف آخر مرة كنت عندي في المنصورة إيه اللي حصل؟ ما تقوليش عشان ما تديكيش بالجزمة يا فاتن. الرجل العنابي جالي الجامعة قدام كل أصحابي. وحياة أمك. والنعمة وإداني وردة. الرجل العناب جالها الجامعة. شفت ابن اللذينة؟ وإدالها وردة. أنت بتصدقها يا دكتور؟ دي أختي وأنا عارفها، زرتها وبطنها فاضية. فاتن. والنعمة ما زرتها، والنعمة دكتور ده اللي حصل. مخصوم منك 3 ايام يا عصفور. استنى بس يا دكتور بيه. مخصوم منك 3 ايام ومش بهوش. عاجبك كده يا بنت الخامة؟ خش اترزع في الأوضة جوه عقبال ما أجيلك. نظام يا حبيبي. اتعشيت كام مرة النهاردة؟ أجيب لك تتعشى؟ تشرب سيجارة مع بابا؟ تشرب معايا سيجارة؟ بهزر طبعا. أنت مش هتقولي بقى إيه اللي مضايقك؟ ماما مضايقاك في ايه؟ طب بلاش ماما، انا مضايقك في ايه؟ انا عارف ان انا مضايقك على فكره، بس مستعبط على فكره. القفل اللي انت شفته ده مش حقيقي، ده تمثيل، وانا ضربتهم كلهم بس بعد ما انت قفلت التلفزيون. نظام يا حبيبي، انت مش عارف ان بابا بيحبك قوي قوي قوي؟ عارف ان انت اغلى حاجه في حياته، عارف ان كل حاجه بيعملها وشغله وكل حاجه عشان انت تبقى مبسوط وعشان تبقى فخور بيه وتقول للناس كلها انا ابن تيسير فهمي. رد عليا بقى. ماشي يا نظام، انا مش هضغط عليك، انا هسيبك براحتك، انا همشي كام يوم كده وهطمن عليك من ماما. لو وحشتك كلمني. خلاص بقى دكتور ما تضيقش كده. هتستعبط يالا؟ انت بتستغل الرجل العناب لمنافع شخصيه؟ هو ده القسم اللي انت اقسمته؟ اعمل ايه بس يا دكتور؟ انا لقيت البت واقعه، قلت اروح اصيطها في الجامعه. وانا مال اهلي؟ انت عصفور بتعمل فيا كده ليه يا ابني؟ يا ابني انت هتجيب لي جلطه في مخي، والله هتجيب لي جلطه. يا ريتني خبطت اي حاجه قبل ما اخبطك يا عصفور. يا ريتني خبطت سنجاب قبل ما اخبطك. تخبط سنجاب؟ السنجاب احسن مني. والهانم اللي جوه دي ماشيه امتى؟ لا دي قاعده معايا على طول. قاعده معاك فين؟ قاعده معايا انا في الاوضه لاصقه معايا على طول. ما ينفعش يا عصفور، دي هتبوظ لنا كل حاجه، وبعدين شكلها حشريه بتتدخل في اللي ملهاش فيه. هو ان جيت للحق يعني؟ هي بنت جزمه بتحط مراخيرها في كل حاجه. بس انا بفكر اجوزها واخلص منها خالص. تجوز مين يا عصفور؟ ده شافيها فرصها اكبر. لا ما انا على السكه وعلى الدغري كده. انا عندي فكره. قول. لا ما انا قبل ما اقول الفكره عايزك تاخد حبايه من الملايين بتاعك. خد حبايه بس. استر. ها؟ لا معلش، خد حبايه كمان. اسمع الكلام بس.
انا شامم مصيبه. ناولني اديني. ايه رايك يعني لو نجوز البيت اختي الغامقه للواد اخوك السيس؟ انت اتهبلت في مخك يا عصفور؟ انت عايزنا نناسب جرابيع زيكم؟ ده احنا عائلتنا كلها دكاتره ومهندسين. يلا ايه يعني دكاتره ومهندسين؟ لا مؤاخذه يعني عندكم حد في عيلتكم بيطير؟ لا احنا بقى عندنا غير بقى ان جوز خالتي اصلا امين شرطه. صدق قال عصفور فكره مش وحشه قوي. انا بقول لك وهو برضه تبقى رحمتي عشان لو فكرت تلعب بديلك كده او كده تبقى اختك تحت رجلي واخوك هيبقى تحت جزمتي. لا البسه انا ولا فارق معايا. يبقى نقرا الفاتحه يا زميلي. استنى بس لما اشوف هقول لامي ازاي على الموضوع ده. والله ما انا عارف هتستحمل الصدمه دي ازاي. انا متوقع تتشل فيها دي. ان شاء الله نقرا الفاتحه بقى. يلا سنة. لو ما منتش ان الجنة في حضني انا ما بقاش انا. لو ما عرفتش ان حنانك سر وحناني وان الحب في قلبك كان مخلوق علشاني وانك مهما بعدت ترجع تتمناني ما بقاش انا. احسنت يا رباب. توجعش قلبي بقى يا باشا. تدعيش عليا يا رباب انا الصبح هبقى كويس. نامي انت وانا الصبح هبقى كويس. هو حضرتك هتنام هنا يا باشا؟ هفرش هنا كده وانام. ايوه يا باشا بس ازاي حضرتك هتنام هنا يعني ما ينفعش. ما ينفعش انام هنا؟ حتى انت يا رباب بعيني؟ مش القصد يا باشا بس حضرتك عارف ان ده حجز الستات يعني فمش هينفع. صح ماشي تصبح على خير. هو حضرتك ما عندكش حته تبات فيها؟ مش عارف انام فين والله يا رباب. طب ما تشوف حد من صحابك. صحابي؟ تصبح على خير. جرى ايه يا سلامونتي؟ جرى ايه يا بهجوج؟ بلا بهجوج بلا مهجوج بقى. انت خليتي فيها بهجوج عمال يتنفضي فيا وناس ان انا اللي جايب لك المنفضه. ما تجيب من الاخر. بقالك 3 شهور عماله تمطوحي فيا وكل ما اقول لك اقابل امك تزوغي مني. في ايه ها؟ ما انا قلت لك ان ماما عندها برد واول ما تخف هنتفق على ميعاد ونتكل على الله. برد 3 شهور برد ليه؟ بقى في بينها وبين المرض عشق ولا ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا كدابه يا بهجت؟ ما قلتش كده يا ست الكل. بس برد 3 شهور اوفر اوفر قوي. ده لو ايدز كانت خفت منه. واضح ان في حاجه انت عايز تقولها. هو في ايه؟ في حد قالك حاجه عني؟ مش محتاج حد يقول حاجه يا سلمى كله باين.